مرحبا، يعطيكم العافية. احنا في موسكو مرة ثانية. مين فيكم بيعرف الكرملين؟ الكرملين هو المكان اللي بيجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاليا، اللي هو زي البيت الابيض في امريكا. لكن لو سألتكم كم كرملين موجود في روسيا او في العالم راح تجاوبوني واحد معظمكم. انا راح اقول لكم معلومه غريبه، لا، في اثنين كرملين. في واحد بنوه الروس في 2007 وسموه إزمايلسكاي كرملين. طبعا الهدف من هذا المبنى هو فقط لاشعار الناس بالثقافه الروسيه، خاصه بحقبه القيصر بيتر. هذا المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم، يعني جمال الالوان والزخارف، زي ما انتم شايفين كاتبين اهلا وسهلا فيكم في كريمل فيزمالسكفا، اللي هو اسم المكان هذا. طلعوا المنظر قديش هو رائع. راح اعملكم هلا يعني فاست سكرين شوت للمكان هذا، لانه كبير وجميل وكله زي هيك شغلات زخارف. طبعا زي ما انتم شايفين حبايبنا الصينيين والروس بحبوا يجوا يتصوروا هون، هذول الروس عرسان. بس ضرب لاي رباتا، العروس جاي تتصور. هاي هذا المدخل تبعه الرئيسي. طبعا ببيعوا كتير تحف، للي حابب برضو يشتري شغلات غالي شوي بدكم تنتبهوا، بس منظر رائع جدا. خليكم هلا مع تايم لابس، واهلا وسهلا فيكم في الكرملين. We'll be right back.
خلصنا من الإسماعيلسكي كريملين وهلا احنا متجهين على مكان ثاني. خليكم معنا في فيديو جديد ونراكم. سلام.